خلينا بس اقول حاجه، ان انا مش اول واحد زملكاوي مسكت في الاتحاد، بالزبط. لكن دي اول مره النغمه دي تطلع دلوقتي. ايوه بالظبط. لكن طول عمر اتحاد الكوره كان مليان زملكاويه، وعمر ما حد في نادي الزمالك طلع اشتكى قال لك ده الزملكاوي بيعمل لناش ليه. فدي اول حاجه يعني الناس طلعتها اليومين دول عشان حازم تحديدا يعني. لكن انت مثلا هقول لك حاجه، موضوع السوريين لما اتعمل في مصر في ناس كتير قالت لك ده الاهلي هو اللي هيستفيد، الزمالك الوحيد اللي استفاد. موضوع الاجانب في مصر، الاجانب اكتر حد قال لك مش عارف. طب ليه الاجانب اكتر ناس الزمالك استفاد منهم مثلا؟ صح؟ صح. طب ليه الناس لما بيسيبوا الحاجات دي واول ما يحصل مشكله يقول لك حازم فين؟ فاهم؟ مع ان بتحصل حاجات كتير، مثلا يجي ماتش سي مثلا ماتش حصلت مشكله للنادي الاهلي وما تحسبلوش بلنتيات زي ماتش مثلا مش عارف، ما حدش بيقول حاجه لمجدي. لكن لما يحصل للزمالك هو فين حازم؟ مع ان مثلا ماتش طلع الجيش في بلنتيين مثلا للاهلي الناس كلها شافتهم يعني، لكن ما حدش هناك بيطلع يقول لي يا مجدي انت عملت ايه؟ انت ازاي يا مجدي سايب كده؟